kepada semua peserta Laksi Longbat Bela Palestina, takbir, takbir, al umma turid khilafa islamia, al umma turid khilafa islamia. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi wassalatu wassalam ala asrafil khalqi wa sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. أما بعد فيا أيها المسلمين رحمكم الله فيا إسلام إن اعتداء اليهود الصهيوني على إخوتنا الأحباء في غزة ورفا وجنبات فلسطين حرب آثمة ظالمة قتل ودمار وعشلاء قصف ومجار جوع وحصار تدنيس للمسجد الأقصى وشتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رحابه واعلموا تكاد هذا الحرب تدخل الشهر الثامن أيا أمة محمد كنا مسلمون نشترقون كنا مسلمون كنا ومسلمون غزة ورفا وجنبات مسلمين إخوانا آخانا الرسول صلى الله عليه وسلم على رابطة واحدة رابطة متينة وهي رابطة العقيدة الإسلامية وبهذه الأخوة أصبحنا كالبنيان يشد بعضهم بعضا أصبحنا كالجسد الواحد إذا اشتكى منهم عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى ويا أمة محمد ويا خير أمة لذا نشترك في هذه المظاهرة نشترك في هذه المسيرة إنقاذا ونصرة ودعما لإخواننا الفلسطين نصرخ على اليهود الإسرائيليين والصهيوين الوحشي أن يوقفوا قسوتهم على إخواننا الغزة ونستشرك كذلك إلى حكام بلاد المسلمين إلى عدم الاكتفاء بصراح وإدانة المضاعي والكسوة اليهودية وغزة ورفاح لماذا؟ لأن ذلك مجرد إدعاؤهم أمام المسلمين فحسب ولماذا؟ لأن الحكام بلاد المسلمين أكثر القيام الزائد من ذلك لهم الدبابة لهم القوة لهم الجيوش نرجوكم من حكام المسلمين ألا تكونوا خائنين لأمة المسلمين إن تنصروا انصروا إخواننا الفلسطين أغثوا إخواننا الفلسطين بإرسال جيوشكم لتدمير قوة اليهود الصهيوني ولإنقاذ إخواننا الفلسطين ولتحرير الأقصى من اختلاس اليهود الوحشي معاشر المسلمين ويا جيوش المسلمين
Istaghisu ikhwanana fi Palestin. Alaysa fikum rajulun rashidun. Lakum kulubun latifun rafikun. Li ighasi ikhwanana min ihtilalil yahud sahyawin. Ayuh al-Muslimun, inna halal haqiqi liqadiyatul Palestine laysa bi irsalil musa'adatil insaniyati fahasb. Walimada? Fakaifa tursinuna al musa'adatil insaniyah ma'anal qanabil wa'anal qanabil tasta'iduna lilhujub wa idmar ikhwanana fi malajik. Faya ayuhal muslimun, wala tantadiru wala tantadiru nusrat Amerika liikab lihtilali liikab ihtilali al-Yahud al-Sahwiyani. Limada? Lianna Amerika huwa sayyidu Israel. Lianna Amerika sayyidu al-Yahud. Wala tantadiru للحكام بلاد المسلمين لنصرة إخواننا في فلسطين. لماذا؟ لأنهم كانوا أملاء كانوا أملاء أمريكا. هم لن ينصرون إخواننا. لماذا؟ لأنهم مسدود برابطة الوطنية والديمقراطية الذي رأسهم الأمريكا. فإذا ماذا الحال؟ ماذا حل القضية الفلسطينية؟ قضية الفلسطينة حله هي يعني الجهاد والخلافة. الحل لقضية فلسطينة الجهاد والخلافة. لماذا الجهاد؟ لأن اليهود صحنوين لا يفهمون إلا باللغة الحرب وهم لا يفهمون إلا باللغة القسوة. فلا ينفع الحدث فلا ينفع الحديث حديث السلام مع أنهم يمنعون الحد والتدبير لإخواننا فلسطين. ولماذا الخلافة؟ لأن الخلافة هي رئاسة عامة لجميع المسلمين. والخلافة هي الذي وحده الذي له الصلاحية لاستنفار الجيوش من بلاد المسلمين لتدمير ولإيقاف الاحتلال الصهيوني الوحشي. الأمة تريد خلافة إسلامية. الأمة تريد خلافة إسلامية. الخلافة وحده الذي يستطيع أن ينقض وينصر إخوانه في فلسطين. ولذلك أن نسمر ونجاهد سويا لإنهاض إقامة الخلافة في إندونيسيا أولا. أليس كذلك؟ طيب نجتهد ونسمر أيدينا بأن ننقض الأمة وننهض الأمة بتوعيته لزوم إقامة الخلافة على بقاء هذا الأرض. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الخلافة والخليفة هي وحدة جن إمام وجنة لعز الإسلام والمسلمين. نحن نريد الخلافة بالله التوفيق والهداية
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.